بس انا عايز اقول لك على حاجه، معانا فقره لذيذه جدا هتعجبك قوي. متعدد. بقينا ناخد راي الناس في الشارع. اوكي تعالي نشوف رايهم هيكون ايه. يلا. هي نانسي هنا ما عرفتش قيمه نفسها، وللاسف هو ده اللي ضيعها. هي انسانه جميله جدا، وانسانه القصه بتدل على انه مش انسان، لا هو اب ولا هو زوج ولا هو انسان اصلا. هو ما ينفعش اتجوزت حاجه ما نقدرش نصفه بانسان اساسا. هو فرط في كل النعم اللي ربنا اداها له مقابل البخل ومقابل الشح اللي هو فيه ده. لكن هي تاخد بنتها وتعيش وتبتدي حياه حلوه مع بنتها وتفرحها، وفعلا كون ابوها مات ده اكرم لها من انه يكون اب بالمنظر ده. فكره ان هو بيقول 5 شهور مش هقدر اصرف عليها دي فكره خاطئه، لان القوام دايما والمصاريف على الرجل. حتى لو الست كانت شغال ما ينفعش انها تقول له ابوها مات، لان ابوها عايش على قيد الحياه ومصيره في يوم من الايام هي ما تكبر هتعرف ابوه. يبقى اصبحت دلوقتي ان امها كدابه بتكذب، فدايما الصدق بينجي صاحبه. اللي زي ده ما يستاهلش ان يكون ليه اطفال، يعني احسن ان هي بنت تطلع ما تعرفوش. كان المفروض طلب الطلاق من الاول من البدايه، وكان عليها المفروض من الاول كان الاختيار الصح تسال عليه على اهله وناسه وعيلته كلها. ما ينفعش تقول له ابوها مات، ما ينفعش، لان ده يعني لا يجوز. يعني اللي هيفضل 5 شهور هيفضل طول العمر، هيفضل 5 شهور زي يوم تاني. ما كانش المفروض توقف من الاول، ما كانش ينفع يعيرها بسنها، لان دي حاجه بايد ربنا. يعني هي ما اختارتش سنها وبعدين تتجوز، ده ربنا كان كاتب عنده كده طبعا. فدي حاجه مش بايديها اصلا. هي بتقول ان ابوها مات، فهي كان المفروض تقول كده من بدري وتتطلع من اول ما حست ان هو بخيل مش هيصرف ملوش لازمه عنه. ما شافها وهي مش هتحتاج حاجه منه، وان شاء الله هي يعني الايام هتخلي مامتها احسن وهي احسن من غيره. في ناس موافقه ان هي يعني تقول انه باباها مات، في ناس مش موافقه ان هي تقول كده. رايك ايه؟ لا طبعا ما تقولش كده. ما تقولش ايه؟ ما تقولش ان باباها مات، ما تقولش ليه؟ للبنت ان باباها مات، عشان انا لسه من شويه صغننين اتكت. ها. قلت مش هنصلح الغلط بغلط اكبر من. طب لو انا دلوقتي هو مش عايز يشوفها تاني، طب ما انا هقول لك حاجه، لا مش عايز اعرفها. تعالي انا وانت كده، انا عارفه انت عقلك يوزن بلد، يعني بيقولوا لا يوزن بلد. فخليني انا اسالك سؤال. ايه اللي هيحصل، او نتخيل كده مع بعض، ايه اللي هيحصل كمان 20 سنه لو حصل موقف والبنت عرفت ان الاب كان عايش؟ ولها مش هتعمل كده؟ لا مش احسن يبقى ميت؟ هقول لك على حاجه. إيه اللي هيحصل؟ يبقى ميت ويقول، يعني نقول هو ميت، ولا يبقى عايش ومش عايز يشوفني، ولا مش هشوفها تاني؟ ها التروما هتبقى عامله ازاي؟ لا ده بالعكس، دي مش تروما. ها دي مش تروما، امال دي ده إيه؟ اول درس في الحياه عشان اختار صح. ان ابويا بعني؟ لا بلاش نقولها كده، لان ليه؟ انا ما بجملش الحقيقه يا ريهان. لا 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 لا, لا. انا ما بقولش جملي الحقيقه، بس انا اقدر اقول نفس اللي هي كتبته في الرساله بتاعتها. اقدر اقول انا كنت متجوزه باباكي حصل منه 1 2 3، انا مش عارفه ممكن يأذينا ازاي بعد كده في الحياه، فانا قررت ان انا اهتم بيكي واحط كل مجهودي فيكي. فالبنت تكره الرجاله كلهم؟ لا تكره لا الجواز وسنينه. تاني احنا قلنا يا كله صح يا كله غلط. لكن في غلط اكبر من الغلط. يعني ممكن اقولها ان هو راجل كويس جدا بس مش عايز لا يشوفك. انا ما قلتش كويس، انا قلت الراجل غلط في 1 2 3. ما خلي بالك، وعلى فكره علم النفس دايما بيقول لنا ما تشتموش في بعض قدام العيال. يعني انا بكرهك وانت بتكرهني، وربنا يديم الكره ما بيننا، بس العيال ما لهمش دعوه. طب ما يبقى انا بقى امسك نفسي من الاول.